بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى الدرس حل مسألة الهارد ديسك. مسألة الهارد ديسك بتيجي بالشكل ده، السؤال ده دايما بيجي في الامتحان، بيديك الأرقام ديت وبيقول لك احسب لي شوية الأرقام دي وبيحسب لي القيمة ديت. طبعا عشان نفهم، لما يجي يقول لك احسب لي تراك، عايزين نفهم بس كام حاجة. الأول أول حاجة، إيه هو التراك؟ التراك هو الخط اللي هو يعني شايفين الخط ده، خط مدور الأصفر ده اسمه تراك. ده تراك، ماشي. طيب يعني إيه سيكتور؟ السيكتور ده هو جزء من التراك. السيكتور هو جزء من التراك، جزء من التراك زي ما احنا شايفين، ده التراك وده السيكتور. ملناش دعوة بالكلاستر دلوقتي. يعني ايه سلندر؟ سلندر احنا عارفين طبعا ان الهارد ديسك هو مكون من عدة، ممكن تقول من عدة سيديهات، تمام. فهو بيقول لك في السلندر التراك اللي انا بقف عليه نفس التراك. يعني لو نفترض ان انا واقف على تراك رقم 5، واقف عليه في السي دي رقم 1، جميع السيديهات لو انا واقف فيها على نفس التراك اللي هو رقم 5، يبقى دي اسمها سلندر. اهو نفس التراك واقف عليه في جميع السيديهات، فده اسمه سلندر. طيب الصورة دي مفهومة؟ مفهومة. المجموعة من الأطباق دي قلنا اسمها ايه؟ بلاتر أو سيرفس، تمام؟ طيب قلنا دي خلاص، قلنا دي خلاص. طبعا دي قلنا دي الديسك باك. الديسك باك هي مجموعة من السيديهات، ماشي. طيب وقلنا ان دوت بالنسبة لي القطعة دي بس كده اسمها ايه؟ اول سي ده مثلا اسمه ايه؟ سيرفس، تمام؟ تمام. فلو هو جه قال لي احسب لي السايز بتاع وان تراك، وان تراك، فالوان تراك احنا قلنا ان التراك، حط دايما الصورة دي في دماغك، التراك الواحد في مجموعة من السيكتور. فلو انا اديتك مثلا عدد السيكتور دي اللي موجودة في التراك واديتك السايز بتاع السيكتور، فانت عشان تجيب حجم التراك هتضرب عدد السيكتور في السايز بتاع السيكتور، فهتقول له ايه؟ ال number of sectors مضروبة في ايه؟ في السايز of ايه؟ sector. هو هنا مديهولك باربعة تسعة ستة بايت في 600 سيكتور، اهي دي الارقام، اربعة في 600 هتطلع 409 في 600 هتطلع 245 7600 بايت. متنساش الوحدة. قالك احسب لي بتاعت وان سلندر. نيجي هنا للصورة، قالك وان سلندر قلنا بنكون واقفين نفس التراك في نفس، بس ايه، في يعني نفس التراك بنقف عليه في جميع السيرفس. فأنا دلوقتي لو عايز أحسب السلندر فمحتاج السايز بتاع تراك واحد واضربه في عدد السيرفس دي عشان احسب السلندر، قيمة السلندر. انا هقول له وان، هقول له تراك سايز مضروب ايه؟ في النمبر اوف ايه؟ سيرفس. فانا عندي تراك سايز 2 5 7 6 0 0 هيتضرب في النمبر اوف سيرفس اللي هو 13، هيساوي الرقم ده لما يتضرب في 13 هيطلع 3 1 9 4 8 0 0 بايت. لما اجي اقول لك وان سيرفيس، السيرفيس يعني ايه؟ قلنا السيرفيس الواحد يعني ده طبق، ده سيرفيس واحد. السيرفيس الواحد عندنا هنا بيقول لك ايه؟ نكون تراك، لان السيرفيس هو مجموعة من التراك حوالين بعض. يعني نحاول نشوف الصورة أوضح، يعني ممكن دي تكون أوضح شوية. أهو ده سيرفيس، السيرفيس ده هو تراك، طبعا مش تراك واحد يعني التراك، فبيكون تراكات ورا بعض ورا بعض نفس الطبق. فأنا محتاج أجيب السايز بتاع السيرفيس ده، فهقول له تراك سايز
مضروب في الايه؟ في الـ number of tracks per surface هتساوي التراك سايز 257600 في الـ number of tracks per surface هيكون عندي 300. ماشي اضرب الرقم ده 257600 اضربه في 300 هيطلع لي 77284 بايت. قال لك احسب لي الون ديسك. فالديسك بيكون عندي مكون عبارة عن ايه؟ الديسك عبارة عن سيرفس وش وظهر، تمام؟ فيبقى عبارة عن وان سيرفس او بلاتر وش وظهر، ماشي. فالسيرفس الوش بتاعه عامل الرقم ده والظهر بتاعه المفروض عامل الرقم ده، فهقول له 2. فالديسك بتاعي عندي الوش والظهر بتاع السيرفس طب او بلاتر، يعني اقول له 2 في ايه؟ سيرفس سايز، يعني هيساوي 2 في 7728. هنضرب الرقم ده في كام؟ في 2، هيطلع 1 5 4 5 6 اصفار بايت. ماشي قال لك وان ديسك، يا سوري احنا عملنا الوان ديسك ده تهييس قبل الليل. وان ديسك باك، الديسك باك قلنا انها طبعا نفتح برضو الصورة عادي جدا، نروح للصورة اللي هي الديسك باك، قلنا هي مجموعة من السيرفس. فانا لو عايز احسب الديسك باك دي هضرب السايز بتاع سيرفس واحد في عدد السيرفس عدد الاطباق، ماشي. فاقول له سيرفس سايز مضروبه في ايه؟ في النمبر اوف سيرفس. السيرفس سايز عامل 772844 مضروبه في النمبر اوف سيرفس اللي هو 13. 7728 × 13 يعني 100464 بايت، تمام. طبعا بعتذر، كان في بس مجرد بس غلط تجميع في الحسابات، لكن القوانين هي هي، بس هو ايه يعني انا طلعت هنا الناتج كنت ناسي رقم 4 ناسي اكتبه من على الكالكوليتر، لان طبعا عايزين نقول ان الفيديو متصور 4 الفجر، فيعني خلاص يعني هو مجرد بس غلطة جمع على الآلة الحاسبة، لكن القوانين هي هي وكل حاجة تمام. دلوقتي المسألة اتعدلت فالأرقام اللي قدامكم دي صح. بالنسبة دلوقتي أنا خلاص عملت الجزئية دي من المسألة، فاضل لي إيه؟ الجزئية دي what is the average seek time average access time is it expected to transfer a block of 5 kilobyte. ماشي، فأول حاجة هعملها هقول له إيه؟ هقول له إن الـ average seek time، يعني إيه seek time؟ السيك تايم ده هو الوقت فين؟ لو انا عندي الدراع ده حلو، فده الوقت اللي بيتحط في الدراع على السلندر الصح. يعني انا لو عندي هو سلندر، فالسيك تايم هو التوقيت اللي انا الهيد اللي هو الدراع اللي انا وريته لكم في الفيديو في الجزئية ديت، ان الدراع ده البرتقاني ده او الغامق ده البني الغامق ده بيروح على الكوريكت سلندر، ودي حركه ايه؟ على الكوريكت تراك او 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 السلندر، يعني مش هتفرق، ودي بتكون حركه ميكانيكيه ودي بتاخد اطول وقت، حوار السيك تايم، تمام. فالسيك تايم القانون بتاعه بيقول لك افريج سيك تايم ايكوال ايه؟ ميني سيك تايم مين سيك تايم بلس الماكس سيك تايم، كل دول بيتقسموا على الاثنين. يعني هقول له ايه؟ هو مديهم لي هنا 5 + 25/2 هيطلع لي 15 ملي سكند، وده هنكتب له longest time average latency time. ايه هو latency time؟ latency time ده انا خلاص وصلت للتراك، انا عايز اوصل بقى للسيكتور اهو دوت اللي هو فيه الداتا، فده التوقيت اللي انا باخده عشان اعمل اودي الهيد بتاعي، عشان الهيد بتاعي اللي هو او الارم بتاعي اللي هو ده يعني
يروح على عند السيكتور اللي انا عايزه بالظبط اللي عليه الداتا. حلو، فهبقى القانون بتاعها نص مضروب في حاجة اسمها الروتيشنال تايم. يعني ايه روتيشنال تايم؟ ده توقيت اللفة. يعني انا دلوقتي الهارد بتاعي ده بيلف 500، طبعا عندنا طبعا عارفين ان الهارد بيلف على حاجة اسمها سبيندل، سبيندل اللي هي في النص دي. فالسبيندل دي بتلف في الديسكس ديت، بتلففها 5400 لفة في الدقيقة، ريفوليوشن بير مينت. تمام، فهو بيقول لك احسب لي الروتيشنال تايم بتاع لفة واحدة، عايز زمن لفة واحدة فين؟ في الثانية. فزمن لفة واحدة في الثانية، حلو، هقسم القانون بتاعه بيقول لك ايه، 60/RPM، يعني 60 على الار بي ام اللي هو 5400 هيطلع لك 11.11، 60 على 5400 هيطلع لك الرقم 1/90 سكند، هتحوله الملي سكند، يعني هتقسم ال 1 اوفر، يعني هتقول له 1000 على 90 هيطلع لك 90 هيطلع لك 11.11 ملي سكند. فده زمن الروتيشنال تايم، ده زمن اللفه الواحده. فتيجي هتعوض له بقى، تقول له افريج ليتنسي تايم هاي ايكوال نص مضروب في الروتيشنال تايم اللي هو 11.11 هيساوي 5.55 ملي سكند. كده انت طلعت الافريج ليتنسي تايم، وقلنا دوت بيكون يعني ميديم، يعني ده ميديم تايم او وقت متوسط يعني، مش لكن اطول واحد فيهم هو بيكون السيك تايم. بعد كده بنحسب له ايه؟ بعد كده بنحسب له الترانسفير تايم. ترانسفير تايم ده الاكشوال تايم اللي هو بيحتاجه عشان ينقل في البلوك ده اللي هو عايزه اللي هو الخمسة كيلو. طيب القانون بتاعه بيكون ايه؟ بلوك سايز اللي هو عايز ينقله اللي هو 5 كيلو مضروب في الايه، في الروتيشنال تايم اللي احنا مطلعينه ب 11، مقسوم على كل الاثنين دول هيتضربوا في بعض وهيتقسموا على التراك سايز. يعني كاني بقول ايه، كاني بقول انا هنقل تراك كامل. التراك ده قلنا لو هو مثلا السايز بتاع التراك، نفترض ان السايز بتاع التراك 5 ميجا. تمام، فانا بقول انا في اللفة الواحدة في 11 ملي سكند بقدر انقل 5 ميجا، يعني بنقل تراك كامل. طيب انا عايز اعرف انا بقدر انقل جزء من الداتا اللي هو نفترض 2 ميجا في زمن قد ايه. فالكرون بتاعه اللي انت بلوك سايز في الروتيشنال على التراك سايز، فده هيقوال البلوك سايز لازم يكون هو مدولك هنا بالكيلو بايت، انت لازم تحوله لبايت، من كيلو بايت لبايت. فهتضرب في 1024، 5 كيلو مضروبة في 1024 مضروبة في الروتيشن الثاني اللي هو 11 11، اوفر كام بقى؟ اوفر التراك سايز اللي احنا كنا مطلعينه فوق هنا ب 2 4 5 7 6 0 0، هيطلع لك 5 في 1024 في 11.11 على 2 4 5 7 6 0 0، المفروض يطلع لك 0.023 ملي سكند، وده بيكون اقل تايم. ماشي، المفروض بقى الاكسس تايم، لان هو بيقول لك احسب لي التوتال اكسس تايم. تمام، اهو الاكسس تايم هتقول له ايه، سيك هتقول افريج سيك تايم بلس ترانسفير تايم بلس افريج ليتنسي تايم، كل ده هيساوي ايه بقى، 0.023 بلس 15 بلس 5.55 20.0573 ملي سكند. طبعا لو قال لك analyze your answer or comment your answer، هتقول له ان السيك تايم هتحسب له النسبة المئوية بتاعت السيك تايم من التوتال بتاع التايم ده. فالنسبة المئوية بتعمل ايه؟ بتضرب السيك تايم اللي هو مثلا 15 بتضربه في 100، بتقول مثلا
بس طبعا مش هتكتب له الايكويشن دي، انت هتكتب له النسبه المئويه بس. انا هوضحها لكم بتعملها يعني ازاي. بتقول له 15 مضروبه في كام؟ مضروبه في 100 مقسومه على 20.573، معنى كده ان ديت نسبتها 72% من ايه؟ from الاكسس تايم، ده longest تايم، ده اطول وقت. وتقول له ان الليتنسي تقول له برضو يعني 5.55 في 100 على 20.573، الكلام ده هيساوي 5.55 في 100 على 20.573، الكلام ده تقول له 26%. تقول له ده ايه from access time، تقول له ده ايه medium time مثلا، او المتوسط average مثلا، لا خليها medium يعني اللي بينهم يعني. و transfer time هيكون، طبعا بنبه محدش يكتب الايكويشن دي، اكتبوا النسبة المئوية على طول، هتساوي point one one from access time، وهتقول له ده shortest time كده. نكون خلصنا مسألة الهارد ديسك، ودي تعتبر من المسائل المضمونة جدا 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 وسهلة. طبعا طريقة كتابة الحل هتتحاسب عليها بحذافيرها بالقوانين بالوحدات، فلازم كل الكلام ده يكون موجود. تمام، أتمنى الناس تكون فهمت والناس تهتم شوية وتقدر تذاكر المادة بسرعة.